بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا جزيل الشكر، وأنا سعيد جدا لحضوركم هنا. شكرا للباري تعالى بأن ساعدنا لتنظيم الوضع في إقليم كردستان، وخاصة بعد إجراء الانتخابات 30 أيلول السنة الماضية. شكرا لشعب كردستان لنضاله جميع من التحديات، وأيضا شكرا لنضال ودماء شهدائنا. نعم، بموجب انتخابات 30 أيلول، نعم هنالك وضع مؤاتي، ونعم من خلال إجراء ديمقراطي رئاسة برلمان قاموا بانتخاب البرلمان، والسيد الرئيس إقليم كردستان تسلم مراسيم تسلم الرئاسة، وغدا سوف نشرع بالإجراءات المتعلقة بتشكيل الكابينة. من هنا أنا أبارك السيد نيتشيلان بارزاني، و أنا أبارك السيد نجيبان ثاني، أنا أدعمه، وأنا أدعو الحكومة الفيدرالية والحكومة الإقليم على وجه السرعة بإيجاد الحلول لكل المشاكل والعراقيل، وخاصة المشاكل خاصة المناطق المتنازعة عليها، لأنه كل يوم يتعمق المشكلة، وقد يكون هناك خطورة جدية بسبب هذا الوضع. وعن طريق التفاهم والمشاركة ما بين جميع الإثنيات إيجاد حلول لتلك المشاكل بموجب الدستور. نعم، في الحقيقة الدواعش هم في طور الاندثار، ولكن تهديد داعش ويبقى، وأيضا هنالك من وهم صراحة يعتبروا تهديد ليس فقط أمن الإقليم، ولكن هم تهديد لكل المنطقة، ولهذا يجب أن نكون حذرين والتنسيق جيد لمجابهة هذه الخطورة. ونحن نحاول أن نتجنب تلك الكوارث التي حصلت. نعم، فيما يتعلق المشاكل في الشرق الأوسط، نحن نتأمل بإيجاد الحلول السلمية. نحن نعرف بأن الحرب ليست في مصلحة أحد، وأيضا أنا أتأمل وأدعو جميع الأحزاب بحس المسؤولية بإيجاد الحلول اللازمة. نعم، مرة أخرى أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.